السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من أرض الحبشة من إثيوبيا، عجول أثيوبية ما شاء الله. زيارة خفيفة إلى أهلنا وإخوتنا بإثيوبيا من شركة أثيوبية سوت لنا دعوة، وكما نلاحظ التسمين ما شاء الله روعة، خبرة في التسمين يعني 5 نجوم لأهل يعني أصحاب المواشي والفلاحين اللي متخصصين في تسمين العجول. هذه سلالة بورونا تتحمل الحر، تتحمل البرد، تتحمل كل شيء. تسمين ما شاء الله، لانه انا عينت العلف تقريبا فيه العلف هنا باثيوبيا تقريبا فيه 10 مكونات: قشور الفول، العدس، الذره، النخيل، قشرة القمح، قشرة القمح، الشعير، يعني مكونات غنية بالفيتامينات ما شاء الله. زي ما تشوفوا بلد اثيوبيا جميل ما شاء الله، خضرار، ورحبوا بنا اهل اثيوبيا الطيبين، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. وكما تشوفوا عجول مدحدحة ما شاء الله، يعني ماشيين هنا باثيوبيا المربين العجول ماشيين بالكود نتاعنا مدحدح. شوفوا ما شاء الله، يعني ابهروني في مجال التسمين. اثيوبيا بلد غني بالمواشي، تقريبا اكثر من 1,000,000 راس ماشيه، وعجول ما شاء الله. بلد جميل يحترموا كل البروتوكول الصحي، يعني خالي من الأمراض. عجول كما تشوفها يعني على المنظر تاعها، يعني القطيع اللي ندخل عليه ما شاء الله ما تلقاش عجول تعبانة ولا باين عليها المرض ولا حاجة، يعني روعة. وهذا نوع سلالة من العجول يخلق الله ما يشاء. والجو جو ما شاء الله هنا بإثيوبيا مطر، شوية شمس، شوية برد، شوية كذا. نحن تقريبا على ارتفاع 2400 كيلومتر على البحر. طبيعة خلابة ما شاء الله. خيوتي هذا فيديو خفيف ظريف، قسمتكم باللي أنا جينا زيارة لإثيوبيا، وإن شاء الله نحن في مجال العجول ربي يعيننا وربي يعطينا الصحة نزوروا بلدان اللي مهتمة، يعني نمد خبرتنا ونعطي النصايح ونتعلم. هنا ببلد اثيوبيا معلومات كثيرة تعلمتها وهزيت من عندهم، يعني ما شاء الله، خاصة في هذه السلالة. وزي ما تشوفوها مدحدحة، يعني ما تقولوش باللي افريقيا ماشي متطورة في المجال هذا، حتى افريقيا راهي ما شاء الله عليها، وهذه بالشهادة نتاعي وشفت عيني. اللهم بارك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.